بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. ورحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الجديد وفي هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين. الكلام متواصلا أيها الأحباب الكرام في قصص القرآن الكريم، ومعنا في هذا اللقاء قصة من أشهر القصص في القرآن الكريم، ويقرأها المسلم أو يستحب للمسلم أن يقرأ السورة التي وردت فيها في كل جمعة، ألا وهي سورة الكهف وقصة الخضر. من هو الخضر؟ هل هو نبي أو ولي؟ وهل هو حي أو قد توفاه الله تبارك وتعالى؟ هل علمه أفضل من علم موسى عليه السلام أو العكس؟ وما الذي جرى في أحداثه، في أحداث هذه القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم؟ يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. سبب هذا الكلام الذي قاله موسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في ذلك الحديث الصحيح أنه قام عليه الصلاة والسلام، أعني موسى، يوما خطيبا في بني إسرائيل، فسأله أحد الناس فقال له: يا موسى، هل هناك أعلم منك؟ أو من أعلم الناس؟ فقال موسى: أنا. فعاتبه الله تبارك وتعالى، إذ أنه لم يرجع علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى، يعني كان الأكمل أن يقول موسى عليه السلام عندما قيل له من أعلم الناس، كان الأكمل أن يقول الله أعلم، أن يرجع علم هذا إلى الله تبارك وتعالى، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه قال أنا. فعاتبه الله تبارك وتعالى وأوحى إليه سبحانه وتعالى أنه هناك رجل أعلم منه سيجده موسى عليه الصلاة والسلام في مجمع البحرين. ومجمع البحرين قد اختلف أهل العلم في تحديد هذا المكان، فمنهم من قال مجمع البحرين هي أو هو المكان الذي يلتقي فيه بحر فارس وبحر الروم، وقال آخرون مجمع البحرين يكون في طنجة، وطنجة كما تعلمون هي المدينة أو نعم المدينة التي جعلها طارق بن زياد قاعدة قد انطلقت منها جحافل المسلمين لفتح الأندلس في أواخر خلافة بني أمية. طنجة هذه لو نظرت إلى الخريطة يعني على يسار، وأنت تنظر الخريطة على يسار البحر الأبيض المتوسط، على يساره في أقصى اليسار هناك تجد يعني أقصى نقطة اللي عندها جبل طارق، نقطة الالتقاء بينها وبين الأندلس أسبانيا الحالية، هناك طنجة التي جعلها طارق بن زياد مع قائده موسى بن نصير، قاد العظام هؤلاء الفاتحون الكبار سلفنا رحمة الله عليهم، جعلوها نقطة انطلاقة لفتح بلاد الأندلس. فقال هناك عندما يلتقي البحر الأبيض المتوسط مع طبعا المحيط الأطلسي الذي يسمى ببحر الظلمات، هنا مجمع البحرين، الله أعلم، المهم التقاء للبحرين سواء هنا أو هناك أو في غيرها لا يغير ذلك من واقع الأحداث شيئا. فقال الله تبارك وتعالى لموسى: نعم هناك رجل هو أعلم منك، عبد من عبادي الصالحين، تجده في مجمع البحرين.
فقال موسى عليه الصلاة والسلام سأسافر إليه. وفي هذا دليل على استحباب طلب العلم والسفر لطلب العلم، وأنه يعد من الجهاد في سبيل الله، وأن طلب العلم إخواني لا يعادله شيء البتة، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم، قال وقل ربي زدني علما، وقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفي رواية أخرى كفضلي على أدناكم، وقال إن العالم لا يستغفر له الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. حديث كثيرة ونصوص كثيرة وآيات كثيرة وآثار كثيرة تبين فضل العلم والعلماء. فموسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يسافر إلى هذا الرجل الذي هو أعلم منه، والذي هو ساكن أو يعني موجود في مجمع البحرين. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام هو وغلامه يوشع ابن نون، خرج معه، وقال الله تبارك وتعالى له، لأنه سأل موسى، سأل ربه تبارك وتعالى يعني يا ربي كيف أجد هذا العبد الصالح، الدنيا واسعة حتى في مجمع البحرين، قال آية ذلك علامة ذلك أنت عليك أن تسير في البحر واذهب إلى مجمع البحرين التقاء البحرين، علامة ذلك خذ معك حوتا، الحوت المقصود به السمك، الحوت المقصود به السمك، ويوم لا نعم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ليس مقصود بالحيتان الحوت إنما الأسماك، فكل ما يعيش في البحر ممكن يسمى حوتا، فقال خذ معك حوتا سمكة وضعها في مكتل، مكتل إناء صغير مثل الزبيل هذا، وسر في البحر، ثم عند النقطة التي تفقد فيها هذه السمكة قف، هنا ستجد الخضر. خرج موسى كما قلت لكم مع يوشع بن نون غلامه، وأخذ معهما سمكة مشوية، طعام مجموعة من الأسماك مشوية ليأكلها، فسار في طريقهما في البحر كما قال الله تبارك وتعالى، قال وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني يقول لو استغرق الأمر أن أبحث عن هذا العبد الصالح العالم لأتعلم منه لو استغرق البحث أحقابا طويلة سنوات، قيل 80 سنة، يقول ما عندي مشكلة في سبيل طلب العلم والمعرفة. انظر إلى هذه الهمة العالية من هذا النبي الكريم، وصدق الله عندما قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، نقتدي بالأنبياء وبأحوالهم. قال وأمضي حقبة، ما عندي مشكلة أحقاب سنوات أسير في البحار والفيافي والقفار أبحث عن هذا الرجل الذي هو أعلم مني لأخذ عنه العلم. والآن وللأسف بعض الناس ربما تقول له تعال درس ولا تعال محاضرة ولا أحضر درس منهجي، والسيارة موجودة مكيفة والمناطق قريبة، يقول لا والله ما لي خلق. لا شك أن الهمم يعني بينها كما بين السماء والأرض، نسأل الله أن يعينه وإياكم على طاعته. قال سبحانه وتعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، وصل في هذا القارب يوشع بن نون وموسى عليه السلام وصل عند هذه النقطة وعند المكان الذي فيه مجمع البحرين الذي فيه الخضر، فوجد صخرة فنزل عند هذه الصخرة وارتاح، ارتاح موسى قليلا لينام. استيقظ يوشع بن نون قبل موسى، ثم تفاجأ بأن المكتل هذا الإناء أو الزبيل أو الذي وضع فيه هذه السمكة المشوية يتحرك،
وإذا بالسمكة المشوية تقفز، هي مشوية، قفزت من المكتل وسقطت في البحر. فنظر لها يوشع بن نوح مستغرب، ثم عندما سقطت في البحر ضرب عليها طاق من الجليد، يعني نزلت في البحر، السمكة إذا سقطت في البحر ما تفعل؟ تسبح، تذهب. هذه سبحان الله عندما سقطت في البحر جعل الله عليها طاقا من جليد، يعني من الماء مثل يعني طاق طوق، فتعوم هذه السمكة في هذا الطوق، ما تتحرك، ما تذهب، بقيت في مكانها. استيقظ موسى عليه السلام، نسي يوشع بن نون أن يخبر موسى كما قال الله تبارك وتعالى على لسان يوشع وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، نسي أن يخبر موسى. استيقظ موسى كعادته، يلا يلا نمشي نكمل الطريق. يظن موسى أن السمكة أو أن الحوت لا يزال في المكتل ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سار في البحر وتجاوز المكان المحدد. قال الله تبارك وتعالى فلما جاوز موسى ويوشع بن نون جاوز المكان، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. سبحان الله، النصب يعني التعب. قال أهل العلم لم يلقيا موسى ويوشع عليهما السلام لم يلقيا نصبا وتعبا إلا بعد أن جاوز هذا المكان. قبل ذلك كان يسافران دون أن يجدا تعبا ونصبا، فعندما جاوز هذه النقطة شعر بالتعب والإرهاق، يعني كأنهما قد افتقدا شيئا. فوقف فقال موسى ليوشع، قال ائتنا غداءنا، عطنا ذهب الغداء، لقد لقينا من سفر هذا نصبا، تعبنا. بحث، تذكر أن السمكة قفزت في البحر، فقال له أرسيت أن أذكرك، أن أقول لك أو أن أذكر لك عندما نزلنا كما قال الله تبارك وتعالى، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي السمكة كان من أمرها عجبا قفزت في البحر وهي مشوية ثم ضرب عليها طاق فلم تغادر هذا المكان، تسبح لكن في مكان واحد باقية ثابتة. قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، نسيت أن أخبرك عندما استيقظت، وهذا من نسيان الشيطان لي. واتخذ سبيله في البحر عجبا، كان أمر هذه السمكة عجيبا، كيف سقطت وهي مشوية وبعد تمت في هذا الطاق لا تتحرك. قال له موسى، قال ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نريده. قال ارجع فارتدا على آثارهما قصصا. هذا حتى في اللغة العامية ايش تقول؟ يقول قصة طريقة، قص طريقة، صح، قص أثره، قصص يعني أن يتبع أثره. فقال سبحانه وتعالى سأل موسى، قال فارتدى على آثارهما قصصا، يتتبعان الطريق الذي جاء منه حتى لا يضيع في البحر. رجع إلى الصخرة وإلى المكان، وإذا بالحوت، هذه السمكة في مكانها في هذا الطاق، عرف هذا المكان، نظر على ساحل هذا البحر وإذ بهما برجل جالس، فنزل إليه كما قال الله تبارك وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن هذا هو الخضر، وذكر أهل العلم أن سبب تسميته بالخضر أنه كان جالسا يعني على بساط أو على أرض جلس عليها فترة ثم اخضرت هذه الأرض فسمي بذلك الخضر. وهل الخضر هو نبي أو ولي؟ طبعا معلوم أن النبي أعلى من الولي، خلافا لما يقوله أهل الضلال من الانحراف والبدع والخرافات
أنهم يفضلون الولي على النبي، هذا كلام باطل. النبي أفضل من الولي. فقال لأن ممكن أولياء الله تبارك وتعالى كثر، كثر أولياء، كل من كان متقي أدى الفرائض اجتنب المحرمات اجتهد في فعل المستحبات كان تقيا، ولي من أولياء الله. لكن هل معنى ذلك أنه سيكون نبيا؟ لا، تستطيع أن تقول كل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا، كما أنه كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولي نبي رسول. فلا يقول أحد من أهل الحق أن الولي أفضل من الرسول، هذا باطل، ضلال، انحراف، بل قد يصل حد الكفر والعياذ بالله. فهناك من أهل العلم من يرى أن الخضر ولي من الأولياء ليس بنبي، يعني أقل درجة، هو على كل حال أقل درجة من موسى عليه السلام، حتى على القول إنه نبي، وهو الصحيح أنه نبي عليه السلام. الخضر هو نبي عليه السلام وليس فقط ولي، حتى على القول بأنه نبي وهو القول الصحيح، لا شك أنه أقل درجة من موسى. موسى عليه الصلاة والسلام ليس فقط رسول، بل من أولي العزم من الرسل. خير الناس، خير البشر من؟ الأنبياء والمرسلون. وخير الأنبياء والمرسلين خمسة، وهم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء هم سادات الناس، سادات البشر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وذكرهم الله تبارك وتعالى في آيتين من كتابه الكريم، خصهم بالذكر. وأفضل هؤلاء الخمسة اثنان، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأفضلهم على الإطلاق إمامهم وسيدهم، سيد ولد آدم، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن على كل حال الخضر أقل من موسى، وموسى أفضل من الخضر على كل حال، سواء قلنا إن الخضر نبي أو ولي، هذه لا بد أن نفهمها جيدا حتى لا يلبس علينا أهل البدع والضلال عندما يقولون إن مقام الولاية أعظم من مقام النبوة، هذا كلام باطل، بل مقام النبوة والرسالة أعظم من مقام الولاية. طيب، نزل إليه، يعني يوشع بن نون وموسى عليه السلام، نزل إلى الخضر وكلمه، سلم عليه موسى، فرد عليه الخضر فقال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم موسى بني إسرائيل، يعني موسى نبي بني إسرائيل. ثم أخبره موسى عليه السلام بما بالسبب الذي جاءه إليه، أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه أنه ستجد في مجمع البحرين رجل عنده علم أكثر مما عندك يا موسى. فأخبره الخضر عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أنه قال له إن يعني عندي من العلم ما ليس عندك، وعندك من العلم ما ليس عندي. ليس يعني معنى هذه شبهة أخرى، أن بعض الناس يقول بما أن، لأن لماذا قال هؤلاء الضلال إن الأولياء أعظم من الأنبياء؟ ليش؟ قالوا الدليل قضية الخضر مع موسى عليه السلام، قالوا الخضر ولي وموسى نبي بل رسول، وجاء ليتعلم من الخضر. إذن النبي أتى يتعلم من الولي، فدل ذلك أن الولي أعلم من النبي، وهذا كلام كما قلنا باطل ومردود. لهذا الحديث عندما قال الخضر عندي علم ليس عندك، وعندك علم ليس عندي، والنبي حتى الرسول عليهم الصلاة والسلام ليس معنى أنه رسول يعرف ويعلم كل شيء. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ألم يسأله رجل ويقول له يا رسول الله ما أحب البقاع إلى الله؟ فقال الله أعلم. وقال له ما شر البقاع إلى الله؟ فقال الله أعلم. إذن لا يعلم الرسول والنبي عليهم الصلاة والسلام كل شيء، لا يعلم إلا ما أعلمه الله تبارك وتعالى إياه، فأوحى إليه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحب البقاع إلى الله المساجد وشرها الأسواق. فدل ذلك أن النبي لا يعرف ولا يعلم كل شيء، الذي يعرف ويعلم كل شيء هو الله.
لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فقال له موسى أريد أن أصاحبك لأتعلم منك. سبحان الله، شوف هذا الأدب العظيم، هذا الأدب النبوي، مع أن موسى أفضل من الخضر وأعلم من الخضر في جوانب كثيرة، ومع ذلك قال أريد أن أصاحبك، أن ألازمك لأتعلم من علمك. يتأدب عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أهل العلم لا ينبل طالب العلم حتى يطلب العلم عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. يعني يطلب العلم عن من هو أعلى منه علما، هذا معروف، بل يطلب العلم عمن هو أقل منه علما وعمن كان في مثل مستواه. هنا ينبل، لأن في هذا تواضع وكسر لغرور النفس واستكبارها، وهذا مثال على ذلك. هنا قال له الخضر، قال على شرط تصاحبني وستتعلم مما آتاني الله تبارك وتعالى هذا العلم الذي هو ليس عندك، لكن بشرط ألا تسألني عن شيء تراه، وإن كانت هذه الأمور منكرة، أمور غريبة، شرط أن لا تسألني حتى أخبرك أنا، أما أنك تبادر إلى السؤال والبحث هذا ممنوع. هذا هو الشرط، توافق؟ قال أوافق. طبعا لم يدر في خلد موسى عليه الصلاة والسلام أنه سيواجه ما يواجه من الأمور التي لا يستطيع أن يصبر عليها الإنسان، ما ظن أنه سيلاقي هذه الأمور، فقال له أوافق على هذا الشرط. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما راح تقدر تصبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال أي موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. اتفقنا؟ اتفقنا، هيا بنا. سار على سيف البحر فوجد سفينة، أشار إليها، اقتربت السفينة، عرف ركاب السفينة وأصحابه، عرفوا الخضر، وكان كما قلت نبيم الأنبياء فيكرم، فطلب الخضر من ركاب السفينة أن يحملوه مع موسى معهم، فوافق وأكرموا الخضر وموسى عليهما السلام، بل لم يأخذوا منهما نولا، النول أجرة. قال كرامة لك يا نبي الله الخضر، سنوصلك إلى المكان الذي تريده معنا دون أن نأخذ منك ثمنا، إكراما لك. ركب في السفينة، عندما ركب في السفينة وأبحرت السفينة جاء طائر وحط على رأس السفينة الخشبة التي تكون في صدر السفينة، هذه جاء طائر وحط عليها، نزل عليها، ثم أدخل الطائر منقاره في البحر وشرب يعني قليلا، كم يعني ما هي الكمية التي يشربها الطائر؟ قطرات يسيرة. وموسى والخضر ينظران إليه، فقال الخضر، وهذا حقيقة شأن العالم المربي، إذا أردت أن تصحب عالما فاحرص أن يكون مربي القضية والعلم النافع، ليس فقط معلومات وأقوال، لا، تربية وتزكية. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام، قال أترى هذا الطائر؟ أترى أنه أخذ شيء، أنقص شيء من البحر؟ قال ما أنقص شيء من البحر. قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من هذا البحر. انظروا إلى علم الله تبارك وتعالى الغزير الذي لا ينقصه ولا يحده شيء سبحانه وتعالى. سارت السفينة فيهم، فعندما بلغت السفينة منتصف البحر في لجته وأمواجه عمد الخضر، يعني أخذ فأسا ثم اقتلع خشبة من خشب السفينة فأعابها. غضب موسى عليه السلام، وموسى كما تعلمون فيه حدة في جنب الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى فوكزه موسى فقضى عليه، أزاح صخرة كما في سورة القصص، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل عليه الصلاة والسلام. كان قويا في جنب الله
ففزع وهرع مباشرة إلى هذا المكان والثقب الذي ثقبه الخضر، وبادر بثيابه وأغلق هذا الثقب، فقال له كما قال الله تبارك وتعالى: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، من؟ الخضر. فأنكر عليه موسى مباشرة، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ سبحان الله، شوف هذه لطيفة وفائدة عظيمة كما ساقها بعض أهل العلم. قال: لم يقل موسى عليه السلام أخرقتها لتغرقنا. الآن موسى مو معهم في السفينة جماعة الخير، معهم موسى. طيب إذا غرقت السفينة ألن يغرق موسى؟ سيغرق موسى. هل قال القرآن الكريم لتغرقنا أو لتغرق أهلها؟ لتغرق أهلها. ما الفائدة؟ انظر إلى حرص الأنبياء بفطرتهم على مصلحة الخلق. قال لتغرق أهلها، نسي نفسه مع أنه معهم. وهذه طبيعة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الرأفة والرحمة والشفقة والمحبة للآخرين. قال لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، أمرا عظيما، يعني أناس أركبون في السفينة من غير نول من غير أجرة، بدل أن تشكر لهم تعيب سفينتهم. فقال له الخضر على طول، ذكر بالشرط، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قلت لك أنا قبل. طبعا واضح من الملابسات الحدث أن موسى عليه السلام نسي هذا الشرط، ولذلك قال سبحانه وتعالى بعدها مباشرة: قال لا تؤاخذني بما نسيت، أنا نسيت. لأن هذا الأمر يعني ردة الفعل من موسى كانت قوية وسريعة، حرصا على هؤلاء الذين هم معه في السفينة، فنسي الاتفاق الذي اتفقه مع الخضر، ثم اعترف عليه السلام وقال: لا تؤاخذني، أنا غلطان، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. شوي عليه، هذه أمور صعبة للوحي تحملها. وصل إلى المكان الذي فيه ونزل، لم يخبره الخضر عن الحكمة من خرق هذه السفينة. نزل في هذه المدينة التي ذهب إليها عند الشاطئ، بمجرد أن نزل عند الشاطئ وجد مجموعة من الصبيان يلعبون، فذهب الخضر مباشرة وأخذ أجمل صبي فيهم، أخذه ثم رضخ رأسه بحجر وبطحه وفصل رأسه عن جسده. رعب، ها؟ طيب، فأمر يعني لا يصبر عليه. فقال موسى عليه الصلاة والسلام، قال: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال له موسى، هنا موسى ذاكر، يعني ما هو ناسي نفس الأولى، هنا ذاكر، يعني تكلم وهو مصر على ذلك. قال: أقتلت نفسا بغير نفس؟ قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. هذا أمر منكر فظيع لا يقبل. تقول نسيت، ما نسيت، هذا أمر آخر، لكن هذا الأمر لا يصبر عليه. فقال له الخضر بعبارة فيها شوية شديدة اللهجة، قال له: ألم أقل لك، في الأولى ما قال لك، الأولى إيش قال له؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ لو مشاها له. الثانية لا، الخطاب موجه بشكل خاص، كما أنك مثلا تقول لولدك، مثلا تقول له: أنا إيش قلت؟ مو قلت حيسوي الشيء هذا؟ أنت الخطاب لولدك، لكن هذا في شيء من التلطف، مرة تمسكه: إيش قلت لك أنا؟ هذا نفس الأمر، فيه يعني إنكار أو عتاب أو مؤاخذة شديدة لموسى، وهذه حقيقة في فائدة تربوية ما ذكرتها لكم، أنه في الثانية شدد ووجه الخطاب وخصص وقال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ موسى هنا عليه السلام ما في مجال يعتذر، الأولى قال نسيت، هنا بعد اعترف، قال: تدري؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. خلاص، يعني كما نقول بالعامية قص الحق من نفسه، قال: يبقى أنا خلاص، أنت كلمت بعدها خلاص، اقطع الصحبة والشرط انتهى وكل واحد يمشي بحال سبيله. قال: ما الله يعين، بعد ماشي بيجي الحين،
خرق السفينة وذبح ولد الثالث، الله المستعان. فقال إنك لن إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. جزاك الله خير، أعذرتني وما قصرت، رأيتك بيضة. فانطلق يكملان مشيهما، فأتى على قرية، ذكر أهل التفسير أن هذه القرية هي أنطاكيا، وأهل هذه القرية كانوا أناسا سيئين، يعني من أبخل عباد الله، من أسوأ الناس أخلاقا. كانوا لا يكرمون الضيف ولا يقرنون الضيف ولا يطعمون الطعام ولا يغثون الملهوف، قرية سيئة سبحان الله. فدخل الخضر وموسى عليهما السلام فاستطعما، هما جائعين يسافي يعني فترة الآن ربما أيام الله أعلم، المهم أنهم جائعين، أنهم جائعان رضي الله عليهم السلام. فاستطعما أهل هذه القرية، طلب الطعام والضيافة، هذا حق، حق مكتسب، ما هو منا، حق للضيف أن يطعم وأن يقرى إذا أتى في مثل هذه الصورة، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا من الإيمان، أن يكرم من شعب الإيمان أن يكرم الإنسان ضيفه. قال فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما. ثم عندما دخل هذه القرية السيئة، السيء أهلها، في طريق يعني تجوالهم في هذه القرية وجد جدار، وجد الخضر جدار مائل يعني كاد أن يسقط، فما كان من الخضر إلا أن بادر إلى الجدار وأصلحه. هنا يعني سبب هذا الأمر شيء من المفارقة، المفارقة في ذهن موسى عليه السلام. الآن السفينة، أصحاب السفينة أحسنوا إلينا فأسأنا إليهم، والغلام غير مكلف غير بالغ إلى الآن فطرة سليمة يقتل من غير نفس، وهذه القرية السيئة القبيحة تقوم وتصلح لهم جدارهم، يعني كأن الأمور بالمقلوب في ظاهر الأمر طبعا، وهذه كلها لحكم. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض يسقط فأقامه، فقال له موسى، ما قدر يسكت موسى عليه السلام، فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، على الأقل أخذ فلوس، نحن الآن جائعان يعني معدومان، نريد طعاما شرابا، وأهل هذه القرية أهل سوء لا يستحقون العمل بالمجان، خذ مالا على الأقل بمقابل هذا الإصلاح وهذه الخدمة. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هنا قال الخضر، قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص أنت حطيت شرط على نفسك وقلت هذه آخر مرة وقد سألت، انتهى فراق بيني وبينك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ذكر هذه القصة يعني أحداثها قال في آخر الحديث، قال رحمة الله على موسى، أو قال رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر على صاحبه لأراه الله تبارك وتعالى العجب، يعني يقول لو صبر شوية حتى نشوف بعد ما هي الأحداث التي سيمر الخضر فيها، لكن سبحان الله لله في تبارك وتعالى هو الحكمة البالغة. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأذكر لك الآن يا موسى الشرح الوافي للأمور التي رأيتها وتظن أنها شيء من الظلم أو العبث أو خلاف الحكمة، أو سأنبئك الآن. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. السفينة كانت ملك لمساكين يتاجرون يسافرون ينقلون البضائع، وكانوا يمرون في طريقهم على ملك ظالم، على ملك ظالم غشوم يأخذ كل سفينة تعجبه، يأخذ كل سفينة صحيحة سليمة ويدع السفينة المعيبة. ولذلك أردت أن أعيب هذه السفينة، عيب بسيط ممكن أن يعني يصلح هذا العيب وينتفع بهذه السفينة أحسن من أن تكون صحيحة فيأخذها الملك غصبا عنه.
يعني ده هذه قاعدة فقهية، دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. قال يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام الذي فصلت رأسه عن جسده، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني كان هذا الغلام اللي أنت تقول كيف تقتل نفس بغير ذنب، السبب أن كان أبواه مؤمنين صالحين، فخشينا، هذا وحي من الله، أن هذا الغلام إذا شب سيكفر وسيكون من أفجر عباد الله، فخشية ورأفة من الله بوالدي الغلام ربما يفتنان، يعني لأنهما يحبان الغلام ولدهما طبيعي وسيكفر، فربما يحملهما على الكفر، فرحمة بالوالدين قتلنا هذا الغلام ولا يزال في مهدي. هذا وحي من الله، ليس تعد منه، وحي من الله كما سيذكر في آخر الآيات عندما يقول وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ولم تستطع عليه صبرا. وهذا حقيقة أيضا يؤيده القرآن الكريم كما قال سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما تدري، ربما الإنسان إذا توفي له ولد في حال الصغر يحزن، طبيعي يحزن ولا يلام على حزنه، كما وقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما توفي ابنه إبراهيم فقال هذا الكلام إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك وإن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. يفقد الإنسان ماله، جزءا من ماله، يفقد الإنسان شيئا من صحته، لا تحزن، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا قول المؤمنين إذا أصابتهم المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة عندما توفي الصحابي الجليل أبو سلمة وحزنت عليه أم سلمة حزنا عظيما، كانت تحبه، كان يعاشر بالمعروف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت أم سلمة هذا الدعاء العظيم، ثم قالت قلت في نفسي ومن يكون خيرا من أبي سلمة، يعني من سيأتيني خير من أبي سلمة؟ فبعد أن انقضت عدتها ما هي إلا أيام ويأتيها الخاطب ويخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل النبي أفضل من أبي سلمة؟ طبعا أفضل من أبي سلمة. لذلك لا تحزن عندما تفقد شيئا من مالك أو من صحتك أو من أحبابك، لا تحزن، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأن حزن الإنسان الحزن المشروع عليه دائما تذكر أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فهنا لحكمة فعل الله تبارك أو أوحى الله تبارك وتعالى الخضير أن يفعل هذا الأمر وأن يقتل هذا الغلام. الأمر الأخير قال أو قال في عن الغلام فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يعني هذا الغلام توفي حتى لا يفتن أبويه في الكبر، سيبدلهما الله تبارك وتعالى، سيبدل الوالدين غلاما آخر خيرا زكاة وأقرب رحما، أعطف، يكونان أطف على هذا الغلام من الغلام الذي قتل. ثم قال سبحانه وتعالى على لسان الخضر وأما الجدار الذي كان في قرية أنطاكيا مع الناس السيئين وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. يعني هذا الجدار الذي كان على وشك السقوط كان تحت هذا الجدار كنز، مال كثير، لمن؟ لغلامين يتيمين. تصور هذه المدينة التي أخلاقها التي أهلها بهذه الأخلاق السيئة حتى مع الغريب لم يستحوا من إبراز وإظهار هذه الأخلاق القبيحة، كيف ستكون أخلاقهم وطمعهم وجاشعهم مع هذين الغلامين اللذين لا ناصر لهم
ولا مدافع عنهم إذا علموا أن لهما هذا الكنز تحت هذا الجدار. لا شك أنهم أهل هذه القرية سيأخذون هذا الكنز، ولذلك أقام هذا الجدار حتى لا يعلم أحد أن تحت هذا الجدار كنز. فإذا كبر الغلامان وأصبح شابين رجلين قويين يستطيعان أن يدافعا عن حقهما ويستخرجا الكنز. فقال سبحانه وتعالى: وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الله أكبر إخواني، والله العظيم لو لم نخرج من هذه القصة إلا بهذه الفائدة النفيسة لكفى بها فائدة. تأمل، أرسل الله تبارك وتعالى الخضر من أماكن بعيدة مع موسى عليه السلام لهذين الغلامين ليبني لهما الخضر الجدار ليحفظ الله لهما الكنز. كل هذا لماذا؟ لأن والد هذين الغلامين كان صالحا، ببركة صلاح الوالد. بل قال أهل التفسير، قالوا إن هذا الوالد المقصود وكان أبوهما، هذا الأب ليس هو الأب المباشر، هو الجد السابع لهما، الجد السابع. انظر كيف بركة الصلاح تكون في الذرية. وقال الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليستثمروا في البورصة، فليجعلوا الودائع والعمارات، لا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ليس عيبا أن تستثمر وتحط لهم العمارات، بالعكس هذا من الدين. خل عيالك مليارات من الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص عندما أراد سعد في المرض الذي خشي أن يموت فيه، أراد أن تصدق بجميع ماله، ما عنده إلا بنت واحدة بس، قال البنت ما أردها بتزوج وعن زوجها، خان صدق بالمال كله. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا لا. قال: طيب الثلثان؟ قال: لا. قال: النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير كثير. قال: إنك إن تذر عيالك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا من الدين، حتى نجعل الأمور في نصابها، لأن بعض الناس يفهم الدين غلط. لكن المقصود أن الاستثمار الحقيقي للأولاد والحفظ الحقيقي للأولاد ليس فقط أن تخلف لهم الأراضي والعمارات، إنما الاستثمار الحقيقي أن تصلح نفسك أنت وأن تصلح الأم نفسها. هذا هو الاستثمار الحقيقي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، هذا هو حال جميع الناس، خائف العيالي. الله يستر على العيال، بعض الناس نظرته سوداوية للمستقبل وللمجتمع. والحين الآن شو صاير فينا؟ الله يعين، بعد 20 سنة شو يصير بعيالنا؟ أكيد النفط بيخلص، أكيد بيردون أيام الغوص والبر، أكيد أكيد. يا أخي ليس لك إلا اليوم الذي أنت فيه، دع غدا لخالق غدا سبحانه وتعالى. هنا كذلك قال: وكان أبوهما صالحا، جدهم السابع صالح، بارك الله في ذرية 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 ذريته وحفظ لهما هذا المال. أخيرا قال سبحانه وتعالى: وما فعلته عن أمره. طبعا تأمل فيها لطائف هذه الآيات، عندما قال عن السفينة ماذا قال الخضر؟ نسب الفعل لنفسه، لأنه فعل فيه خراب وتكسير، ما نسبه لله، نسبه لنفسه. كما قال عن السفينة، قال: فأردت أن أعيبها، مع أنه وحي من الله، لكن مباشرة الفعل الذي فيه شيء من المخالفة أو العيب نسبه لنفسه. كذلك قال في حال الغلام الذي قتله، قال: فخشينا، أيضا نسب هذا الأمر لنفسه، لأنه قتل وهذا الأمر يعني مستقبح مردود. أما في إصلاح الجدار وهو أمر حسن خير، نسب الأمر لمن؟ لله. قال:
فأردنا أن يبدلهما العفو قال وأما الجدار فكان غلامين يتيمين وكان أبوهما صالحا فأراد ربك ولم يقل فأردت أنا بإصلاحي. إذا نسب هذا الفعل جيد لله عز وجل. ثم قال في ختام هذه القصة قال وما فعلت عن أمري. هذا دليل واضح كما قال ابن كثير وغيره على أن الخضر نبي. وما فعلت عن أمري، إيش معنى عن أمري؟ يعني مو بكيفي ولا باجتهادي، هذا بوحي من الله. وباتفاق أهل العلم أن الذي يوحى إليه من؟ الأنبياء. وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. إذن هذه حقيقة يعني مجمل ما جرى في قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام. يبقى السؤال الأخير، هل الخضر حي أم ميت؟ ميت. وإن ذهب كثير من أهل العلم، نعم كثير من أهل العلم ذهبوا كالقرطبي والنووي وغيرهم، ذهبوا إلى أن الخضر لا يزال حيا، ولكن الصحيح الذي لا شك فيه ولا مرية فيه أن الخضر مات، لأنه من بني آدم. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ثم ذكر ردود كثيرة أهل العلم لا يتسع المقام لذكرها. من هذه قالوا لو كان الخضر عايشا لا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بدعوته ونصره وجاهد معه، فدل ذلك أنه ميت، وهذا هو الصحيح. ولا دليل أصلا، لا دليل صحيح ثابت لمن قال بأن الخضر حي إلى الآن، بل هو ميت. ماذا في ذلك الزمان؟ الله أعلم متى، ولكنه مات كما هو حال سائر الأنبياء والمرسلين، فالجميع سيموت، ويبقى الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو ولا رب لنا سواه. هذا والله أعلى وأعلم، ونلتقي بحول الله وقوته والأحبة غدا مع قصة أخرى قريبة من قصة الخضر من قصص القرآن الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.